علمت أن الأرض تتقدس عندما تسود فيها عدالة السماء، فإذا عم فيها الظلم والجور فهي أرض ملعونة، ولن يشفع لها بيت ولا حجر. وعلمت أن الإنسان هو أسمى ما على الأرض، وأن الرب يسره أن تعمر القلوب بالإيمان، لا أن تعمر بيوته بقلوب خاوية. أدركت أن الوطن هو أرض تشعر فيها بالطمأنينة، وأن الأهل هم صحبة تشعر بينهم بالأمان. المقولة اللي سمعناها من شوية دي كانت على لسان بطل رواية أوراق شمعون المصري، الرواية اللي احنا بصدد مناقشتها وإلقاء الضوء عليها في حلقتنا النهاردة. رواية أوراق شمعون المصري هي أول عمل روائي للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، أو الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. كانت إصدارها تقريبا في تاريخ 2021، أصدرت النسخة الأولى للرواية. الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي حصل على الدكتوراه في جراحة العظام سنة 2007، واتجه للعمل الروائي، ودي كانت أول رواية لي. وسبحان الله، يعني أنا بستغرب، لأن أنت لما تيجي تقرأ في الرواية دي هتستغرب إن دي أول رواية للكاتب. رواية بصراحة من الآخر، رواية متميزة جدا، صعب إنك تعتقد إنها أول رواية لكاتب. أنا كنت بشوف ترشيحات كتيرة على جروبات الفيس عشان أدور على رواية أقراها. بصراحة شدني غلاف الرواية دي زي ما احنا شايفين، لأن أنا حسيت إن الرواية دي رواية تاريخية، وأنا بميل للروايات التاريخية. لكن بصراحة بعد ما قريتها لقيت إن هي مش تاريخية بس. أنت لو حابب تقرأ تاريخ هتلاقيه في الرواية دي، لو حابب تقرأ فلسفة هتلاقيها في الرواية دي، لو حابب تقرأ حاجات قصص ديني أو أشياء دينية أو قصص من القرآن الكريم هتلاقيه في الرواية دي، لو حابب تقرأ عن رواية اجتماعية إنسانية فيها قصص حب وفيها عواطف كتير هتلاقيها برضو في الرواية دي. تابعنا عشان نعرف إيه اللي موجود في الرواية دي. بس قبل ما نبتدي، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يدعمنا ويشترك في القناة دلوقتي حالا، ينزل يشترك في القناة، وكمان لو حابب يعمل لايك يعمل لايك ويفعل زر الجرس عشان يصلوا منك كل جديد في القناة. ويلا بينا نبتدي الرواية. الرواية بدأت بشمعون المصري بطل الرواية بتاعتنا، وقد أصبح شيخا كبيرا، وبيكتب في الليلة الأخيرة للشهر الثامن للعام 60 بعد خروج بني إسرائيل. بعد خروج بني إسرائيل من فين؟ بعد خروجهم من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام. وبعد كده بيعمل الكاتب فلاش باك للأحداث من شمعون وعنده 7 سنوات. والرواية بدأت بعبور بني إسرائيل البحر، وكان معاهم شمعون ذو 7 سنوات، وبعد ذلك غرق فرعون الذي كان يتعقبهم. ويتعرض الكاتب للجانب التاريخي لبني إسرائيل، سواء كانت أحداث حالية تعاصر أبطال الرواية وشخصياتها، أو في صورة قصص لأحداث سابقة عن بداية بني إسرائيل في مصر على ألسنة شخصيات الرواية. استعرض الكاتب معجزات النبي موسى خلال رحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر، بدءا من تحول العصا لثعبان إلى شق البحر، وانفجار آبار المياه الـ12، ونزول المن والسلوى، ووصف تعنت وصلف وتذمر بني إسرائيل مع كل محنة يمرون بها. وبالرغم من كل هذه المعجزات التي تحدث أمامهم، وهم قليلو الصبر مغلقو القلوب، وقد تعرض الكاتب لقصة السامري واسمه في الرواية الشامري، وعجله الذهبي الذي صنعه وعبده أكثر قومه بعدها. ويربط الكاتب بين أحداث الرواية وأحوال العرب في الجزيرة العربية ومكة في نفس التوقيت، حيث كان العرب في مكة يعبدون الله الواحد على ملة أبيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولا يشركون به أحدا. ويطوف هنا الكاتب بينا في روايات عن بني إسرائيل أثناء رحلة الخروج، وهو يركز دائما على أنهم كانوا دائما قوم عاصون بيعصون، وكانوا فيهم العند الشديد، ونالوا من بسبب عصيانهم ده غضب الله عليهم، كما حدث مع القرية التي كانت تأتيهم حيتانهم شرعا يوم السبت ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يعني كانت الأسماك بتطلع يوم السبت على الشط كده وتسهر قدامهم، ويبقى سهل إن هم يصطادوها في الوقت اللي هو محرم فيه عليهم العمل اللي هو في يوم السبت، لكن الأيام التانية ما كانش بتطلع الأسماك دي وتختفي، فهم سقطوا في الاختبار ده، فعاقبهم ربهم بأنهم أصبحوا قردة خاسئين.
وهكذا نجد أن بنو إسرائيل لا يؤمنون حتى يذوقوا عذاب الله أو يروا معجزاته. استخدم الكاتب الكثير من التعبيرات القرآنية، مثل ما قيل لموسى فلتذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، اللي قالوا بنو إسرائيل، يعني قالوا كده لسيدنا موسى، وأشربوا في قلوبهم العجل، برضو لتعبير قرآني، وقول سيدنا موسى عليه السلام ربي إني لا أملك غير نفسي وأخي، ربنا فافرق بيننا وبين القوم الظالمين، وغيرها من التعبيرات القرآنية والتعبيرات المستعارة من القرآن الكريم. وفي كل مرة يؤكد الكاتب على صلب وعناد بني إسرائيل، وفي كل مرحلة في القصة يركز الكاتب على مرارة الفراق أو الفقد، سواء كان الفراق ده فراق للأرض أو فقد للأشخاص، زي فراق الأرض في حكاية أم شمعون بطل الرواية، وهي المصرية رومانة التي فقدت أو فارقت أرضها أو منبتها في أرض مصر، وذهبت مع زوجها زخاري أبو شمعون في رحلة مع بني إسرائيل والنبي موسى عليه السلام. وفقد زخاري نفسه اللي هو والد شمعون لزوجته الثانية سلاف التي ماتت في حادث أليم، وفقد شمعون نفسه لأبيه زخاري الذي مات مكلوما من قومه بني إسرائيل الذين يعصون النبي موسى تكرارا ومرارا. ولكن كان الفقد أو الفراق في كل مرحلة هو قوة يقتبسها البطل للعبور للمرحلة اللي بعدها. حتى شمعون فقد أمه في فراق طويل جدا في رحلته اللي هي كانت رحلة غريبة طويلة جدا من أرض سيناء إلى أن وصل إلى مكة، صدف خلالها الكثير من الأحداث المحبوكة والموصولة بشكل رائع من الكاتب، ومع بزوغ قصة حب بينه وبين أروى اللي هي حفيدة الشيخ عابر الذي تكرر اسمه في الرواية كثيرا لأنه أحد الشخصيات المحورية التي تقوم عليها الرواية، ومع وصوله مكة وبداية ظهور الوثنية في مكة على هيئة التمثالين الموجودين في مكة، تمثال إيساف ونائلة. فبعد أن كان المكيون أو أهل مكة يعبدون الله الواحد على ملة سيدنا إبراهيم، تدريجيا بعد كده هيتجهوا إلى عبادة الأوثان. وتمضي الأحداث بالرواية، ومن ضمن ما ذكر الكاتب على لسان أحداث الشخصيات المحورية في الرواية وهي شخصية التاجر شهبور، ذكر على لسانه قصة سيدنا موسى والرجل الصالح الخضر كما ذكرت ووردت في القرآن الكريم. ينهي الكاتب روايته بقصص أيضا من القرآن الكريم، وهي قصة البقرة الصفراء الفاقع ولونها، اللي عن طريقها تم تبرئة شمعون من جريمة القتل اللي اتهم بها بالباطل، واتهم الشخص الجاني وظهرت براءة شمعون. فالكاتب هنا يصر على أن يعني يحصل تداخل بين القصص القرآني وبين أبطال الرواية بتاعته ومتمثلة هنا في شمعون. لو إن أنا شخصيا يعني ليا مأخذ على الكاتب في إن الأولى من إن هو كان يحدث هذا التداخل القوي بين شخصيات الرواية وبين إحدى القصص القرآنية المعروفة، وهي قصة قتل أحد أفراد بني إسرائيل واكتشاف القاتل عن طريق ذبح البقرة الصفراء الفاقع ولونها في معجزة من معجزات الرب سبحانه وتعالى التي أجريت على يد نبي الله موسى. كنت أتمنى إن هذه الأحداث يشار إليها من بعيد دون تداخل بينها وبين أبطال الرواية بهذا الشكل. بالنسبة للحبكة، الرواية فيها ترابط في الأحداث وتكامل قوي جدا يجعلك دائما في حالة ترقب لمعرفة المزيد والوصول إلى نهاية الأحداث، وهكذا يعني نسجت الرواية بشكل رائع في تشويق كبير للقارئ. الشخصيات مرسومة بشكل دقيق وتجعلك تعيش شخصية كل بطل أو كل شخصية في الرواية بكل ما فيها من أفكار ومن أفعال. فالشخصيات هنا مرسومة بشكل دقيق جدا، ومن أهم الشخصيات عندها طبعا هي شخصية البطل الأساسي اللي هو شمعون المصري، ووالده زخاري، وأمه رومانة، وشخصية الشيخ عابر اللي هي كانت شخصية محورية في الرواية، وشخصية شهبور التاجر برضو، وزوجة شمعون المصري اللي هي أروى كانت من ضمن برضو الشخصيات المحورية، وبعض الشخصيات الأخرى التي كان لها دورا كبيرا في الرواية وهي مرسومة بشكل رائع جدا جدا ودقيق.
اللغة المستخدمة في الرواية اللغة العربية الفصحى، وهي لغة سلسة سهلة مفهومة. وأنا بميل زي ما بقول دايما لاستخدام اللغة العربية الفصحى، مع الأخذ بكثير من ألفاظ مستوحاة من القرآن الكريم بلفظها. أنا ملياش مآخذ على الرواية غير إن الكاتب يعني عمل تداخل زي ما قلت ما بين أبطال الرواية وبين القصص القرآني، وخصوصا في قصة اكتشاف القاتل والبقرة الصفراء الفاقعة ولونها زي ما قلنا قبل كده. لكن غير كده أنا ماليش مآخذ معينة على الرواية. الرواية طبعا هي حجمها كبير قوي، تصل لأكثر من 600 صفحة، لكن صدقني طول ما أنت بتقراها مش هتحس بالطول ده كله، هتحس إنك عايز تخلصها في نفس اليوم كمان. لكن هي رواية رائعة جدا جدا. الرواية طبعا أثرت فيها بكل اللي فيها من مواعظ وتذكرة وحكم جاءت على ألسنة أبطال الرواية، زي اللي أنا هذكرها دلوقتي بعض الأقوال التي جاءت على ألسنة أبطال الرواية. زي مثلا شمعون البطل قال إيه؟ لماذا هذا الصراع الدائم بين العقل والإيمان؟ زخاري أبو شمعون قال إيه؟ إن من أنجانا من فرعون لن يهلكنا في البرية. شمعون: الإيمان والعقل قد لا يجتمعان أحيانا. زخاري أبو شمعون قال إيه؟ إذا تعلق الأمر بالرب فلا تسأل بكيف. ومن ضمن أقوال شمعون أيضا: الأحزان لا تدوم، الجروح مهما غارت لابد لها من التئام، والهموم التي تولد كالجبال لا تلبس أن تجرفها موجات النسيان، فالبحر ينحر في شاطئ من الرمال فلا تبقى منه سوى ذرات تعلق في الماء. شمعون برضو قال: هل كثرة البلاء ستدخل الناس في حظيرة الإيمان أم ستخرجهم منها إلى التمرد والعصيان؟ شمعون كمان عندنا كان بيعرف التيه اللي حصل لبني إسرائيل، وقال: إن الحياة على أمل كاذب، أن تشعر بأنك كلما اقتربت ابتعدت، وكلما دنوت بنوت، وأن يحدوك الأمل ثم تتجرع خيبته مرات ومرات، ذلك هو التيه وتلك هي مرارته. احنا هنلاقي كثير من التعبيرات القوية جدا على لسان أبطال الرواية اللي هتأثر فينا وهتدينا مغزى ومعنى للرواية اللي بنسميها مورد أو المغزى بتاع الرواية. بصراحة أنا الرواية دي عجبتني جدا وأثرت فيها جدا، وبرشحها لكم بقوة إنكم تقروها، وبتمنى فعلا إنها تتحول مش بقى لفيلم، لا تتحول لمسلسل، لأن الرواية أحداثها كتير وتفاصيلها كثيرة وعميقة. وأتمنى أن تكون إلقاء الضوء على الرواية دي عجبكم، وإن كان عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الفيديو، وكمان اللي ما اشتركش ما ينساش إنه يشترك ويدعمنا في القناة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.